بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. على الخير والبركة والمحبة نلتقي ها هنا في هذا المهرجان الكبير، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وها نحن ننطلق مع الانطلاقة الأولى في هذه الأيام الأولى مع هذه القصص المتحدية في المكان وفي الزمان. على الخير والبركة ينطلق هذا الشوط الرائع المميز. السيارة المنتظرة لسعيد الحظ، من هو الفائز في الإنتاج والمنتجين؟ من هو الفائز في اليوم الأول الرئيسي؟ من هو الفائز في هذا اليوم المطري والخيرات؟ الله 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 الله، الذهب الذهب في موقع الذهب، في موقع الخير، في موقع الانتصار، في موقع الفوز. إنه اسم كبير، إنها غزلان النواميس، إنها غزلان المنطلقة، محمد بن حمد بن عتيج المري، هذا البطل الذي قاد جموع المشاركين، الذي سيطر على مقدمة الشوط. الدور دور المركز الثاني، يا له من اسم كبير. الذهب حزام بن راشد بن عبد الله بن مبخوت الواصل والمنطلق مع هذه الأسماء المنطلقة، مع التحديات، مع القوة ومع الإثارة. الله 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 يا بن قرع، الله يا التحية. المركز القادم، ها هنا اسم راهية راهية، سعيد بن علي بن سعيد بن علي بو شارب الواصل والمنطلق مع المرتبة الثالثة، بينما بدوري اخذ المركز الرابع، الوصول ايضا من قبل طرب، فيصل بن خالد بن سعود بن حثلين الواصل والمنطلق مع المركز الرابع. والمركز الخامس الوصول، عزايم سعيد بن صالح ايضا بن مسلم الينيبي، روح يا بن خير روح، مع القوة ومع الإثارة. الخمسة الأسماء، ولكن ماذا بعد الخمس؟ ماذا بعد الخمس؟ إنها شعارات لامعة، إنها أسماء ناتية، إنها تحديات مثيرة. أعود إلى المقدمة، أعود أعود مع الغزلان، أعود مع غزلان، أعود مع التحديات. كيلو وين تنتهي؟ كيلو وين نطوي صفحاتها؟ مع التحدي والإثارة، غزلان والمري، كفو يا المري كفو، مع هذه السيطرة على الهواء، مع القنوات الناقلة، مع القنوات المشرفة والمتشرفة في آن واحد. يا لها من تحديات. محمد بن حمد بن عتيج أيضا المري المسيطر مع غزلان، الوصول من المركز الثاني، الوصول من راهية، سعيد بن علي بن سعيد بن علي بو شارب الواصل والمنطلق، الوصول أيضا من الذهب، الذهبة حزام بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن قرح مع المرتبة الثالثة. ويا لها من أسماء وتدخلات وشعارات قادمة. ها هنا الوصول أيضا من قبل الشاهنية، سهيل بن سالم مصبح الكتبي الواصل والمنطلق، الواصل الكتبي، وصل الكتبي. ها هنا ضيف من أبناء دولة الإمارات المتحدة، والقدوم والتحديات. يا سلام يا سلام، وصول وصول أيضا من قبل صعايب، صعايب الواصلة والمنطلقة، شعارك يا بن نصيب، عبيد بن نصيب بن عتيج بن عبيد السموسي، وصلت القوة والتحديات. العودة إلى التغيير، العودة إلى حشمة، حشمة يا حشمة، روح يا الشمس روح، أنت في موقع الحشمة، إنك تعرف الحشمة، والحشمة مع هذه الحشمة الكيل المتر النهائي. الله 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 الله، ياهي قوة. عبد الله بن مطر الشامسي مع المركز الأول،
بن عميره مع المركز الاول، السبوسي مع المركز الثاني، ها هنا مع صعايب عبيد بن نصيب بن عديج بن عبيد السبوسي. وصلت صروح، وصلت التحديات، وصل عامر بن سعيد بن عامر الحجري. روح روح ضيف من ضيوف سلطنة عمان الشقيقة، وبديه تناديك، بديه تناديك. الشرقية شمال، الله الله الله. السبوسي مع المركز الثاني، والدخول الدخول ايضا من شعار كبير، واصل بكل قوة. انها غشامة، ابسال بن عبد الله بن سعيد بن مفخور بن محمد البخيت الواصل والمنطلق مع التحديات. ولكن نعود، نعود الى المركز الاول، نعود الى الصدارة، نعود الى القوة، نعود الى شعار العامري الواصل والمنطلق. روح يا ابو سعيد روح، روح التحديات. الثريا مبارك بسالب الحوت العامري مع المركز الاول. يا سلام يا سلام يا سلام، بن عميره مع المركز الثاني. يا سلام دولة الامارات، الناموس، التحدي، الاثارة. الثريا الثريا، النجوم، القمر، السطوح، ها هنا تتلالى. يا سلام، وشقر على المركز الثاني مع بالطفل والتدخلات، ما شاء الله. سلام وورد وفل واحترام. الثريا مبارك بسالم بن احمد بالحوت العامري مع المركز الاول. المركز الثاني هنالك حشم عبد الله بن مطر بن عمير الشامسي المركز الثالث. الوصول مغشامه سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت المركز الرابع. مرضية أحمد بن علي بن محمد بن واسل الكتبي وفي المركز الخامس. الوصول من براقة مبخوت بن محسن بن جابر الجربوعي المري. التحدي والإثارة مع الثريا، نجوم تلألأت بقوة واستطاعت أن تنتصر هذا الفوز المستحق. تحية من قاع البحار إلى السماء، إلى ما فوق الثريا، مع الثريا وإنجازها المشرف. ها هنا سطرت الحروف، دوني يا أيتها الأقلام الذهبية اسم الثريا ومالكها وجماهيرها الغفيرة التي لا تعد ولا تحصى. أنا أنتظر التوقيت الزمني من مخرجنا الرائع والمميز الذي نكل كل احترام وكل تقدير. هذه لحظات الإعادة، لا شك أن الست دقائق محمد بن سعيد العمري له الشكر والاحترام. محمد بن خميس ست دقائق بدون ثواني وجزئين مرافقات للثريا مع الفوز ومع الانتصار. المركز الثاني شعارك يا بن عميرة مع المركز الثاني. حشمة كانت مع موقع الحشمة عبد الله بن مطر بن عمير الشامسي. توقيت الزمن ست دقائق وبدون ثواني، كذلك خمسة أجزاء مع الفوز والانتصار. القصة الثالثة والتحديات، إنها غشامة النواميس. تحية لها أيضا ولكل من يتابعها. سالم بن عبد الله بن سعيد هو المالك البخيت مع المركز الثالث. ست دقائق ثانية وثمانية أجزاء مع الفوز ومع الانتصار. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء تنتهي قصة الثريا، وقصة أخرى تنطلق بصوت زميل راعي شاهين الذي